ولا زلنا في ذات الموضوع. ينضم الينا هاتفيا الاستاذ مصطفى صلاح الكاتب المتخصص في الشؤون التركيه. استاذ مصطفى ارحب بك على اكسترا نيوز. وها وقد اتضحت وافتضحت افتضحت المواقف التركيه والاطماع التركيه في منطقه الشرق الاوسط تحديدا في العراق وفي سوريا، وهذا الحلم التركي والعثماني القديم في استعاده الدوله العثمانية من حلب إلى الموصل. الخطوة الأولى حدثت بالأمس عندما اقتحمت القوات التركية واعتدت على أراض سورية عربية، وهي تواصل لليوم الثاني على التوالي هذا الاعتداء، والذي من المؤكد أن ينتج عنه تتريك هذه المنطقة كما تريد الدولة التركية. اليوم هناك اجتماع في مجلس الأمن لمناقشة هذه الأزمة، ويوم السبت القادم هناك اجتماع للجامعة العربية. هل تعول على الجهود الدولية، على الجهود العربية في وقف أطماع تركيا سواء كان ذلك في سوريا أو في العراق؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني مبدئيا هناك يعني حالة من الرفض الإقليمي والدولي لما يتم من جانب الجيش التركي فيما يتعلق بالعملية العسكرية في شمال سوريا، الأمر الذي رفضته كافة المواثيق الدولية والذي أكدت عليه العديد من الدول الأوروبية، هولندا وبريطانيا وألمانيا، التي دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة هذه الأوضاع. الأمر الآن يختلف عما كان في السابق. تركيا في العمليات العسكرية السابقة سواء في عملية درع الفرات أو في غصن الزيتون لم تستحوذ على الاهتمام الدولي كما هو الحال الآن. هناك العديد من التخوفات الدولية من عودة تنظيم داعش للظهور مجددا، خاصة وأن قوات الكردية في سوريا هي التي كانت الحصن الأول في مواجهة هذه التنظيمات، كما أن هناك العديد من المعسكرات التي يعني تستحوذ عليها قوات سوريا الديمقراطية والتي بداخلها العديد من أفراد التنظيم، وبالتالي فأن أي عملية من شأنها أن تؤجج مناطق الصراع من جديد وأن يتم الإفراج أو إطلاق سراح مثل هذه الأفراد أو الجماعات سوف يكون له تأثير على الأمن الإقليمي وعلى المصالح الأوروبية والدولية في هذه المنطقة. وبالتالي التحركات الدولية جاءت أسرع بكثير مما كانت عليه في السابق، خاصة في من جانب الجماعة العربية أو من جانب الدول بصورة فردية أو من خلال المنصات الدولية كمجلس الأمن. وبالتالي هناك حالة من الاضطراب بين إمكانية فرض عقوبات على تركيا فيما يتعلق بمسار حركاتها الخارجية أو فيما يتعلق بالتدخل العسكري، خاصة من الجانب الفرنسي الذي ظهر بصورة كبيرة على الساحة السورية والذي دعم قوات قد في مواجهة هذه التدخلات ودعا تركيا إلى انسحاب من هذه المناطق. وبالتالي هناك حالة من الإدراك العالمي بخطورة هذه العملية على مستقبل التسوية السلمية في سوريا، خاصة في ظل انعقاد اللجنة الدائمة لعقد الدستور أو العديد من المؤشرات لمناقشة سياسات إعادة الإعمار في سوريا. هذه كلها يعني مؤشرات إيجابية، والتدخل العسكري التركي في هذه المناطق يعني يؤجل مثل هذه المشروعات التي تم التوصل إليها من قبل. نعم أستاذ مصطفى، إذا ما كان هذا الرفض في المجتمع الدولي منتشرا ومسيطرا ربما على قطاعات واسعة من العالم ومن دول العالم، إذا على ماذا يستند أردوغان في اعتدائه على الدولة السورية؟ هو في الحقيقة أهداف أردوغان تتعلق بالداخل وليس بحدود الرفض الإقليمي أو الدولي. أردوغان يبحث عن حل لمشكلة اللاجئين كما أعلن أنه يقوم بهذه العملية التي أطلق عليها نبع السلام لكي يتم توطين داخلها 3.5 مليون لاجئ سوري في الداخل التركي. أردوغان يسعى إلى التفاف حول الضغوط الداخلية التي تعرضت لها، خاصة في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، التي شهدت تراجع في معدل الشعبية التي كان يتمتع بها حزب العدالة والتنمية. هذه كلها يعني مؤشرات داخلية هي التي كانت الدافع الأول لأردوغان لتبني مثل هذه السياسات. هناك العديد من الضغوط على الجانب التركي فيما يتعلق بمنطقة غاية الشرق المتوسط، سواء من الجانب الأوروبي أو من الدول كمصر وقبرص واليونان. العديد من المؤشرات الضاغطة على الداخل التركي ما دفع أردوغان إلى محاولة تزويل الأزمة الداخلية إلى أزمة خارجية، أو تصدير مشهد صراعي في المنطقة بأن تركيا تتعرض لكثير من المؤامرات الخارجية وأنها تحارب الإرهاب وتحارب تمدد الإرهاب، خاصة أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد على تورط تركيا في دعم العديد من الجماعات المسلحة في المنطقة، الأمر الذي وضع تركيا في موضع حرج أمام المجتمع الإقليمي والدولة. وبالتالي
هي محاولات لتعبئة الداخل التركي ليقف في صف أردوغان. ورغم ذلك الزعيم التركي المعارض أحمد كليكدار أوغلو رفض هذه الحرب ورفض الاعتداء التركي في الشمال السوري. هل برأيك لأي مدى يعني سوف يستجيب أردوغان لضغوطات الداخل التركي والخارج أيضا لوقف هذا الحرب وهذه الاعتداءات المستمرة على الشمال السوري وعلى الأراضي العربية؟ يعني أعتقد أن المعارضة تقوم بجانب إيجابي في دعم الجهود الدولية، خاصة وأن هناك صوت داخلي يرفض مثل هذه التحركات التركية. أردوغان يتجه نحو التصعيد سواء مع المعارضة أو المجتمع الدولي عن طريق تخصيص العديد من المقدرات الداخلية التركية لوزارات الاستخبارات والدفاع التركي لصالح مشروعه الاستعماري الخارجي. هذه كلها تؤكد على أو تؤشر على مدى عدم استجابة أردوغان لمثل هذه الضغوط، وأنه يحاول تصدير مشهد صراعي يحاول من خلاله التفاف حول الضغوط الداخلية التي تعرض لها. ولكن في المستقبل القريب أعتقد أن هذا التدخل العسكري من جانب تركيا سيكون الحاسم للتدخلات التركية في المنطقة العربية، خاصة وأن المنطقة المستهدفة من المشروع التركي في منطقة شرق الفرات يعني فيما يتعلق بالمساحة الجغرافية يعني أكثر بكثير من قدرات الجيش التركي على الاحتفاظ بها أو تمشيطها أو يعني استمرار السيطرة عليها. كذلك الأمر فيما يتعلق بإمكانية الإمكانيات العسكرية التي يمتلكها قوات قصد الديمقراطية فيما يتعلق بأنظمة التسليح الأمريكية التي زودتها بها واشنطن وإمكانية توظيف ذلك في مواجهة التدخلات التركية. كل هذه الأمور بجانب وجود معارضة داخلية من جانب الأكراد في الجنوب التركي الذي ستمثل يعني حجر عثرة أمام أردوغان والتي سوف تؤجج الصراعات الداخلية في الداخل التركي، هذه الأمور كلها ستؤدي إلى بلورة مشهد عام ضاغط على سياسة أردوغان فيما يتعلق ب مسار حركته مع أو علاقته مع المعارضة أو القوى السياسية الموجودة في الداخل التركي أو على مستوى الإقليم والمستوى الدولي. وبالتالي يعني هناك مشهد يعني مضطرب أكثر مما يتضح على أن أردوغان سوف يتنازل في المستقبل القريب عن مثل هذه العمليات، خاصة أنه يعني يحاول تصدير نفسه على أنه حامي القومية التركية وأنه يحاول يعني أنه يقوم بمثل هذه العمليات لدعم القومية التركية ودعم الحدود التركية مع سوريا ومواجهة التنظيمات الإرهابية. وبالتالي أعتقد في المستقبل القريب أن مثل هذه العمليات سوف تشهد انحصارا، وإن كانت سيحاول أردوغان توظيفها لتحقيق مصالح داخلية أو كسب شعبية داخلية. نعم، ونرى حاليا أستاذ مصطفى هذا البث المباشر لمناطق الاعتداء التركي في الشمال السوري وتصاعد الأدخنة في القرى والمدن والبلدات السورية جراء القصف التركي المتواصل منذ أمس وحتى الآن على الشمال السوري. في كل أحوال أستاذ مصطفى صلاح الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون التركية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى كل هذه التفاصيل.